مش هو مش هو متأسفين يا جماعة. الباقي في حقكم. وسع الباشا يا جدع، وسع الباشا. باشا وسع. اتفضل يا باشا. يا اخي انت راجل مؤمن والمؤمن صاب. صل على النبي كده يا رب. صل على النبي، ربنا يعوضك خير ان شاء الله. حياتك الباقيه يا استاذ. شد حيلك اخويا، شد بالله، خليك مؤمن ومؤمن. ده مصاب البلد بحالها، نعمل ايه؟ ربنا على المفتري، والله ما هينجحوا ولا هيشوفهم. طيب انتهى الاستهتار والاستهانه بارواح الناس، البني ادم بقى ارخص حاجه في العالم. انت قريب المرحوم الرجاء؟ ايوه استاذ، انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك ده، مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل على قد حاله ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا، النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعالى تعالى معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فاتح بيته ومكتبه للناس الغلابه، يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا، شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف، اكبر محامي في البلد، واهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه، غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم ولا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف، يعني ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا. مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضيه دي، دي قضيه انسانيه. اصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وافساد في هذا البلد، وبصراحه هو عامل ده لأهل دايرته بس. والله إذا كان كده يبقى مفكر. تفكر في إيه يا راجل؟ تفكر في إيه؟ بقول لك مش هياخد أتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مسألة محتاجة تفكير. خد امضي التوكيل من ولي أمر التلميذ. امضي. بقول لك إيه؟ اقرأ براحتك هناك، يلا مش فاضيين. أوكي. اداني بالصلاة على النبي. اطلع شوف اللي في العشاء اخبارهم ايه، وانا هشوف اللي هنا. يلا. ايه النظافة اللي حطت عليك دي من غير مناسبة؟ مجبر اخاك لا بطل. اخبارك ايه؟ جبت 3 توكيلات بس. والرابع؟ ابوه طلع محامي. قول لك ايه، ما تجيب الحاجات اللي عندك وتريح دماغك. تدفع كام؟ هديك على بعض كده 5000 جنيه وبلاش وجع قلب. مستعدة تنزل لك عنهم ببلاش بس توافق. يفتح الله يا ابني، نلم الشمل ونحط زيتنا في دقيقنا، وتلاقي لك لقمة نظيفة وصدر حنين بدل العك اللي بتعكه كل ليلة ده. خليكي حلوة حلوة عن سمانة، يوم هتجوز يا سمسم لازم تبقى بنت موت، وردة مغمضة تفتح على ايديا يا اختي. عشان ابليس في الجنة. بقول ايه؟ ايوه يا فندم. الطالب علاء محمود. ثانية واحدة. علاء محمود؟ علاء محمود. ايوه. ها ازاي حالك دلوقتي؟ حضرتك دكتور ولا صحفي؟ لا ده ولا ده، انا محامي. اهلا وسهلا. بسم الله عليه. علي عنده ايه؟ زي ما انت شايف. كسر في الدقات، هاتوا في العمود الفقري. ده بسيطة. بسيطة بسيطة ازاي؟ ده الدكاترة قالوا ان حالته خطيرة. عشان كده مش لازم تسيبه حقه. حضرتك والدته؟ لا انا خالته. امال والده فين والدته؟
في ابو ظبي. ابو ظبي ولسه ما خدوش خبر في الموضوع. لازم نديهم خبر بسرعه جدا. حضرتك متجوزه؟ لا متطلقه. ليه؟ شكلك بيقول انك لسه بنت بنوت. اصل انا برضه مطلق وعايش لوحدي. حضرتك اكيد عايشه لوحدي برضه. ايوه. اتفضلي. ده الكارت بتاعي، تليفوني وعنوان مكتبي. انا لازم ارفع قضيه على الحكومه مطالبها بمبلغ تعويض ضخم. اوروبا، عارفه اوروبا؟ ايوه عارفه اوروبا. لو واحد مات له كلب في حادثه او اتعور يرفعوا قضيه ياخدوا ملايين. وهنا بيعملوا ايه؟ هنا؟ خد التوكيل ده خليهم يمضوا ورجعوا خلال اسبوع. طب اجي لك المكتب نكتب لهم الجوابات ونبعتها من عندي. احسن برضه. اسمعني بس، مش هتندمي صدقيني. فكر مصطفى. ايه اللي جابك هنا؟ سيف كان في الحادثة. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مين سيف ده يا فاطمة؟ ابنك؟ ايوه ابنها يا مصطفى. مالك اتسمرت كده ليه؟ هنقطع على بعض من دلوقتي؟ على كل حال ايش بعديه؟ ده مفيش منه راجع. لو سمحت هو عنده كام سنة؟ سيف ابراهيم شوقي. ده عاوز منه ايه ده؟ والله اعرف بعض المعلومات عنه انا اصلا، المحامي بتاعه. طب ما عندك والدته ووالده الدكتور ابراهيم شوقي. يا عم طلع، هو انا هاخد الملف واهرب؟ انا هبص فيه قدامك وهمشي. امسك امسك ايه؟ امسك. ايوه بس دي اسرار. ما انا بقول لك انا المحامي بتاعه. انت تعرف حاجه عن الولد ده؟ في حد ما يعرفوش. ده واحد من ابطال الجمهوريه في التايكوندو وبيطلع الاول على المدرسه. ازيك دلوقتي؟ حضرتك مين؟ انا المحامي بتاعك. اسمك سيف، مظبوط؟ عرفت منين؟ مش بقول لك ان انا المحامي بتاعك؟ واعرف كمان انك بطل العالم في التايكوندو، صح ولا غلط؟ صح. واول ما افك الجبس هسافر على اليابان. اليابان؟ ايوه. ليه؟ عندنا معسكر استعداد لبطوله العالم. يا جامد. انا قدام اتنين بس هما اللي في وزني، واحد من واجادوجو والتاني من اليابان، بس نتائجي احسن منهم. اقول لي بقى، ما انتش محتاج محامي معاك يدافع عنك؟ سيف، انت صحيت امتى؟ ماما، الاستاذ مصطفى المحامي بتاعي. الاستاذ مصطفى خلف المحامي الدكتور ابراهيم شوكت. اهلا. ازاي دلوقتي يا سيف؟ الحمد لله. من فضلك يا استاذ مصطفى، احنا مش ناويين نرفع قضايا. ولو حبينا نرفع قضيه عندنا محامي العيله. فاطمة، عايزك كلمتين لو احكينا لو سمحتي. مفيش بيني وبينك أي كلام. بس في أكتر من الكلام. يا دكتور، يا دكتور. مين؟ دكتور إبراهيم؟ إزاي ما قلتلناش إن سعادتك هنا؟ أهلا وسهلا. مش معقول يا دكتور تسيبوا المرضى عرضة لأي حد يطفل عليهم ويرهقهم بالشكل ده. اشتركوا
عايزين كلام. حاضر يا فندم. استنى الاشاره بتاعتك. تمام يا فندم. اهلا 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 يا عمر، اتاخرت الليله يعني. كنت ببيع القطن. وبعته؟ الحمد لله. جيب عمران يا معلمه. بقول ايه، انا مش عايز البت السودا المجشفه بتاعت امبارح دي. دنيا قطعت قلبي. الله يقطع قلبك. امال عاوز مين؟ لقطه القشطه اللي هناك دي. ما تغلاش عليك يا سيد الرجاله. يلا مزاليكا مع العمده. اظبط بتاعتي يا قبلتي. لا يا بيت، العمده عرضه مستمر. حاضر يا قبلتي. وخلي بالك منه. من عينيا.